ملحوظة هامة جدا طبعا، انت بتشتغل بتجرب حاجات زي ديت بتكون شغال على سيريا. ديت سيريا يا جماعة طبعا لو في قفلة او في اي حاجة كانت هتظهرها لينا. صباح الخير او مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي تشوفونا فيه. والنهاردة جينا لكم فيديو جديد، كنت عملت في الفيديو اللي فات قبل كده طريقة توصيل التيفيتير، كان عن طريق المفاتيح وكنا بنوصل مفتاح كهرباء بس، وكان تكلفة السكة أقل وحاجات زي كده كتير. النهاردة جينا لكم فيديو مختلف، هو برضه توصيل التيفيتير بس هتكون المفاتيح نفسها بنوصل لها أرض وكهرباء، لكن في الفيديو اللي فات كنا بنوصل كهرباء بس. وعشان ما نضيعش وقت كتير وقبل ما نبدا الفيديو اتمنى انكم تدعمونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ولو في اي استفسار عندك ممكن تسيبونا في التعليقات تحت، ممكن تتواصل معانا على صفحتنا على الفيسبوك وهتكون موجوده في الوصف برده تحت. نبدا الفيديو بتاعنا. طبعا فاكرين الوصله اللي فات كنا موصلينها ازاي؟ انا بنوصل فردتين والناحيه الثانيه كنا موصلين ثلاثه. المره دي الوضع هيختلف شويه في الوصله ديت، وهي دي كده اللمبه بتاعتنا وديت المفتاحين. هنحط كل فرده في مفتاح منهم بالشكل ده كده، نجيب كده فرده في المفتاح ده ونربطها كويس ونتاكد منها ان ربطنا كويس. نحط فرده في المفتاح الثاني، وطبعا ناخد بالنا من كل حاجه في التوصيل عشان ما نعملش قفله، هنركز جامد في التوصيل. وهسيب لكم الصوره اللي في الاخر ديت هيكون موجود فيها طريقه توصيل الديفيتير الاربعه، وهيكون موجود فيها توصيل دايره الشاشه، وهيكون موجود فيها توصيل دايره الوسط الاربع طرف او دايره السلم. دي كده احنا فتينا حطينا فرده في الارضي، هنحط الفرده الثانيه في المفتاح كده. كده بقى احنا وصلنا كهرباء وارضي للمفاتيح، ونربط المفاتيح بتاعتنا كويس. كده اللمبه بتاعتنا وصلت على المفتاحين، ودول الفردتين هما الكهرباء والارضي، دول هما الفردتين التانيين. نشغل المفتاح كده، نشغل من ناحية وهنفصل من ناحية بالطريقة ديت كده، هو شغال معانا عشان تشوفوها كده. شغلنا من واحد وطفينا من واحد تاني، هنشوف الطريقة التانية. والطريقة التانية برضو مشابهة لديت، الطريقة التانية مشابهة لديت جدا. ودي ديت اللي هي اللمبة بتاعتنا اهي، دول المفتاحين اللي هما بتوعنا. نشيل الوصلة دي كده على جنب، ديت كده المفتاحين اللي هما التانيين بتوعنا. بنعمل برضو كل اللي بنعمله ان بنوصل كهرباء من مكان او ارض من مكان بالشكل ده كده. لو هنوصل من مكان واحد ديت عملنا كوبري وهم اللي هما فردتين، لكن ديت لا، بنحط كهرباء في مكان هنا بالشكل ده وكهرباء في الناحية التانية بالشكل ده كده. ونيجي المفتاح التاني، الناحية اللي وصلنا فيها كهرباء هي اللي بنوصل فيها الارض، الناحية التانية برضو بيكون نفس الكلام، يعني بيكون الاتجاهين واحد. يعني وصلنا كهرباء من فوق يبقى هنوصل كهرباء من فوق، وصلنا كهرباء من تحت يبقى هنوصل كهرباء من تحت بالشكل ده كده. ديت فردة، ديت الفردة التانية، بس هنفك المسمار. نربطه بالطريقة ديت كده، بيكون المفتاحين توصلوا. بس دول الفرق ان ديت خدت كهرباء ماسورة واحدة يعني ورمينا فيها فردتين كده. ممكن توصلها نفس الطريقة تاني، بس ديت لو ديت هتختلف عشان اللمبة وبتدخلها كهرباء وأرضي، ديت برضه بتدخلها كهرباء وأرضي بس مكانين مختلفين. هنوصل المفتاح بتاعنا كده، تكون اللمبة اشتغلت معانا. بنفصل من المفتاح ونشغل من المفتاح التاني، نفس المفتاح ده ونشغل برضه من المفتاح ده. الطريقة ديت كده بنقدر نشغل ونفصل برضه من أي مكان، هنقدر نتحكم فيهم في الإضاءة بتاعتنا، نفصل من هنا أو نفصل من هنا. وهنا كده المفتاح دخله كهرباء وأرضي، وهنا برضه المفتاح دخله كهرباء وأرضي. وطبعا الناس اللي شافت الفيديو اللي فات كان دخل المفتاح كهرباء بس، لو عايز تشوف الفيديو هظهر لك من خلال علامة الأي اللي هنا. وملحوظة هامة جدا طبعا، أنت بتشتغل وتجرب حاجات زي ديت تكون شغال على سيريا. ديت سيريا يا جماعه طبعا لو في قفله او في اي حاجه كانت هتظهرها لينا. لو في اي استفسار عندك ممكن تسيبونا في التعليقات تحت، ممكن تتواصل معانا على صفحتنا على الفيسبوك وهتكون موجوده في الوصف برده تحت. وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. سلام.